بكم معايا في قناة هيوات صفاء. نتمنى كاع تكونوا لاباس وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا المقروط اللي ديجا درت واحد الفيديو ديالو نتاع المقروط اللي بالحليب بلا تمر اللي كيجي رائع، يعني ناجح جدا. اليوم ان شاء الله غادي نديروا بنوعين مختلفين، غادي ندير المقروط اللي كيتبسس وغادي ندير المقروط بالحليب، ولكن غادي نحشيهم بالتمر. اول حاجه غادي نديرو المقروط نتاع اللي كيتبسس. غادي نحتاجو فيه 3 ديال الكيسان تاع السميده الحرشه، يعني السميده الحرشه ماشي كاع حرشه، يعني اللي كنديرو بها الحرشه بعدا نبسس. هاد الكيسان الطوال انا خديت هاد العبار، نتوما اي عبار درتو المهم ديرو نفس العبار. عندي هنايا كاس نفس هاد العبار، نص زيت نص زبده مذوبه، نص ديالو فيه الزيت نص زبده ذوبتها وزدتها عليه، كاس نتاع الماء نص ماء نص ماء الزهر. وهنا عندي ملعقه نتاع الدقيق، ملعقه نتاع السكر اللي تبقى اختياريه لحقاش التمر حلو العسل، فاش غادي نعسلو حلو ناخذو اللي بغى يدير هاد المعلقه السكر اللي بغى يتخلى عليها، وشويه هاد الرشه نتاع الملح. بالنسبه للتمر غادي نحتاجو كميه نتاع التمر، انا شريتها هكا موجوده، اللي ما بغاش يشريها موجوده يشري التمر، كيحيد له العلفه ديالو وكيفوره، بعد ما يفوره كيطحنه كيربزه. انا شريت هذا وغير سخنته، يعني هو عندي دايب. هاد التمر شنو غادي نزيدو له باش نكهوه؟ غادي نزيدو له شويه القرفه، وعندي هنايا شويه الزبده مذوبه صافي. وغادي نعجنوه مع هاد المكونات، نعجنو مزيان مع هاد تدخل فيه هاد الزيت وهاد القرفه، وشويه نتاع ماء الزهر غادي ندخلو شويه ديال ماء الزهر. هنا التمر ديالي خلطته مع الزبده المذوبه والقرفه وشويه ماء الزهر، نحيدو على جانب ونوجدو المقروط ديالنا. اول حاجه غادي ناخدها غادي ندير السميد، قلنا 3 ديال الكيسان، نديرو النواشف هما الاولين، نديرو ديك المعلقه نتاع الدقيق، شيشه ديال الملح والسكر، ونخلطوهم مزيان مع بعضياتهم. دابا غادي ندير هذيك الزيت والزبده. كاين اللي كيدير مين يبسه يخليوه يبات، بصح انايا كيخرج لي ناجح بلا ما كنخليه نبات، يعني كتخرج لي كيفيه ناجحه. كنبسه مزيان، هذا الشكل حتى نلبسوه مزيان ديك الزبده والزيت. هاد الشكل كيما كتشوفوا، صافي غادي نخليه هكا واحد شويه بلا ما حربلت التمر ديالي. غادي نوجدو حرابل لحق السميد، اون فوا خصنا نديرو الماء وما زهر خصنا تمتم نخدموه حيت السميد كيشرب كيما كتعرفوا. هكا التمر يعني راه فيه الزبده ما غاديش، وكنحربلو غير بالايدي ديالنا بهاد الشكل باش كيما قلت لكم لقاوه واجد بهذا الشكل. غادي نكمل كاع التمر ديالي باش نمرو نصاوبوه في المقروط. كما كتشوفوا غادي ناخذ شويه، ما غاديش ندير له الماء كله، غادي نقسمه باش السميد ما يشربليش. ناخذ هكا كما كتشوفوا واحد الكميه، ندير غير بشويه عليا باش ماشي نفخه كله ومن بعد يشرب لي نبقى غير نزيد في الماء، لا ندير غير على حساب باش تجمع لي هذا حسب ما تجمع لي، ما نجريوش بزاف.
بهذا الشكل. ناخذها كما شفتوا بهذا الكيفيه، ناخذ شويه نتاع السميد ونحربل فيه المقرض ديالي غير بشويه علينا. نحلوه في الوسط وحنا كنمشيو فيه بهاد الشكل. ناخدو التمر، ها هو كيما شفتو كاع وجدتو حرابل، ناخدوه بهاد الشكل ونسدو عليه. مزيان صافي. ملي درنا فيه التمر غادي نقادوه كنمشيو فيه هكا مع الاطراف وحنا كنضربو فيه شويه، يعني باينه الكيفيه نتاع المقروط راها معروفه. بهذا الشكل نتوما والاختيار ديالكم، بغيتو تصغرو بغيتو تكبرو داكشي يبقى اختياري. بهذا الشكل كنحيدو الاطراف وكنبداو نقطعو القروض ديالنا على شكل معينات. يعني كيف هي سهلة. كنجيبو واحد الصينية وكنحطو فيها المقرض ديالنا بهذا الشكل. غادي نكمل انا بهاد الكيفية حتى نكمل كاع المقرض اللي عندي باش نقليوه. الخطوه اللي كنديرها انا باش نعطي واحد المنظر زين للمقرض ديالنا، كناخذ الموس وكنديرو هكا غير كن ما كنقطعوش كاع، غير بحال اللي كنرشمو وكنعكسو بهذا الشكل. بهذا الشكل كيعطينا شكل زوين. شوفوا المقرض ديالي واجد. هاد العبارة تقريبا عطاني 60 حبة. هنا درت الزيت كتسخن في مقلاس، درت الزيت كتسخن، وهنا عندي العسل. بالنسبة لهاد العسل انا صوبتها في الدار، راني درت الفيديو ديالها، شوفوا معني فيديوهات دياولي. يعني الطريقة كتجي رائعة وكتغرم لنا حسب ما كنشريو، يعني قلب سكر كيدير لنا بزاف. شوفوا الفيديو غادي تعرفوا على الطريقة. صافي مبقى لي غير نقلي المقروط ديالي، نستنى حتى الزيت ديالي تسخن. كنخليوه يحمر من تحت وكنقلبوه وكنديروه ديريكت في العسل. شوفوا كنخليوهم يحمروا كنقلبوهم، ما تحمروهمش بزاف بزاف باش ما يعطيولناش واحد المذاق نتاع الحرق. غير شويه ياخذوا واحد اللوين ونحيدوهم ديروا في العسل. وكتقصوهم مزيان تخليوهم يشربوا العسل مزيان. شحال نتاع انسى كيعاني وكيقول لك حنايا كنديروا في المقله كيتفتت يعني ما كيصدقش. تبعوا هاد المقادير اللي عطيتكم، اكيد طريقه ناجحه. خليه يكتر مزيان بعد ما كملتو. والان غادي نشوفوا النوع الثاني غادي نشاركه معاكم. اللي قلت لكم قبل راني درتو فيديو بصح بلا تمر، يعني هو كيجي بلا تمر ولا بالتمر كيجي رائع. غادي نشاركه معاكم حاجه خفيفه تلاقى. المقروط اللي قلت لكم تاع الحليب كنحتاجو فيه جوج كيسان نتاع السميد نفس العبار، وكاس تاع الفارينه،
نص كاس تاع الزيت وكاس نتاع الحليب على حسب السميده، ما نديروش كاس خطره واحده على حسب ما كنجمعوا. عندي هنايا ماشي معلقه صغيره كاع خمارة العجين، غير الراس نتاع المعلقه، غير هنا راه موزع الراس نتاع المعلقه نتاع خميره العجن، شويه ديال الملح. هنا عندي درت 3 ديال المعالق السكر، الى الفيديو اللي درت بلا تمر درت فيه 4 ديال المعالق، من راني ندير التمر نقصت واحد المعلقه، وتقدروا ديروا تقلوا. وعندي هنا واحد خميره الحلوى، هادشي اللي غادي نحتاج. يعني كل واحد النتيجه ديالو، يعني بزوج هاد المقروط اللي عطيتكم اليوم بزوج كيجيو روعه، يعني بزوج ناجحين. ما تخافوش من غادي ديروهم تقولوا زعما ما ينجحناش، ولا مجرباهم وعاودة مجرباهم. نديرو كاع النواشف، دائما نبداو بالنواشف. نخلطوهم، هذا ما فيهش الزبده، يعني غير نصف كاس نتاع الزيت بصح فيه الحليب، وداك الحليب اللي كيزينه إذا ديروه بلا تمر كيجي رائع. صافي ندير الزيت، كيفية سهلة، يعني كل شي تعلمها. المقروط زوين هاكا نحطو في الأعياد في المناسبات، دائما نقعدنا في الدار نديرو في الكوتي، يجي عندنا شي حد رافله يكون عندنا، يعني ما كيخسرش. كديروه في قويبسات ما كديروهش في الثلاجه، حيت حنا داخلين اليوم على البرد. قابصه وتخليوها ابار، يجيكم شي حد رافله تلقاو بعدا ما تحطوه. كنتحطوه في هاد المواقف، شوف الراه بنادم يعجز ما يدير والو، يجي واحد ضيف يجي داخل الموضوع جري جري. صافي الان غادي ندير الحليب. بالنسبه لهذا الكيفيه تقدروا ترونوا كل شيء بالحليب، يعني الحليب ما غاديش يشرب لنا كيف الماء، ولكن انا دائما كنفضل هذه الطريقه، يعني خاطري كنخدم كناخذ بشويه وكنرون بنفس الكيفيه اللي درت لكم بالمقروط الاول بهذا الشكل. نجمعوها ما نجريوهاش بزاف وما نخليوهاش كذلك قاسحه. بهاد الكيفية نخدموها نفس الشكل اللي خدمنا الاخرى. بهاد الشكل صافي ونسدو عليها. غادي نبدل شويه، غادي ندير مربعات، ما غاديش ندير معينات. من درت الاول معينات هذا غادي نديرو مربعات بهذا الشكل. هو المقروط من اللي قطعت مربعات غادي نقليه بنفس الكيفيه، نديرو في العسل ونقطرو ونتلاقاو باش نشوفو المقروط بزوج ديالنا كيفاش المنظر. هذا هو المقروط ديالنا من بعد ما وجد، كما كتشوفوا هذا اللي درناه في الاول اللي بسسناه بالزبده كيجي بهذا الشكل، كيجي رائع، يعني لذيذ بزاف، فيه مذاق ماء الزهر والتمر منكه كذلك بالقرفه. وهذا اللي درناه على شكل مربعات اللي درناه بالحليب،
كذلك كيجي زوين بزاف. نتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو، الى عجبكم ديروا جيم، ما تنسوش التعليقات كيما كانت خايبه زوينه انا غادي نتقبلها منكم، كذلك الاشتراك في القناه باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. بصحه وراحه، نتمنى تجربوه وينجح لكم. الى اللقاء.